السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة وصال، ازي حضرتك؟ ده الرز بتاعنا، دي نمرة 15 في ترعة واحد، عندنا 370 فدان زارعينهم. كان المفروض السنة دي الموسم ده نزل على 600 فدان، بس للأسف الأراضي ما كانتش جاهزة معانا. ده الرز بتاعنا، قدامه أسبوعين ثلاثة إن شاء الله ونسحب منه المية عشان يبدأ يتحصد. اما فيديوهات التجهيز والترتيب وازاي كيف زراعته ابقى ابعتها لحضرتك ان شاء الله باذن الله. يلا صباح الفل.